مساء الخير. طقس ربيعي مستقر نسبيا عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع انه يتاثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعه بكتل هوائيه حاره نسبيا، حيث تتخطى درجات الحراره معدلات على شهر نيسان بحوالي 5 درجات. اذا جو صافي بالاجمال لبكره، وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه بنشوف سوا. نبدا من شمال، وعكار عم بتسجل 17 درجه، طرابلس 20، العاصمه بيروت وصوره عم بيسجلوا 21 درجه، ننتقل الى بعلبك اللي عم تسجل 18، اللقلوق 9، زحلة 19، وجزين 16 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لل 65%، الريح السطحية جنوبية شرقية ناشطة بتتراوح سرعتها بين 30 وال 50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شيل الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة، للأربعة جونا قليل غيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اللي بتسجل 21 درجة ساحلا. للخميس جونا صافي مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. بيتحول جونا خلال الليل إلى غائم بسحب مرتفعة، والحرارة بتسجل ساحلا 22 درجة أقصاها. للجمعة والسبت جونا بتابع مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ل 28 درجة لنهار الجمعة أقصاها ساحلا، و 29 درجة لنهار السبت. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، بدي أتمنى لكم ليلة هادية، تصبحوا على خير.